دلوقتي احنا رحنا مكان تاني زي برضو عين، بس دي مفيهاش مية مش زي الباقيين. بس هو يعني مكان لذيذ، بس الفكرة انه مهجور يعني، فمخيف شوية من برا. بس يعني احنا مع بعض يعني ان شاء الله مش هيبقى في حاجة. يعني دي زي ما تكون بيوت قديمة من قديم الأزل، مصنوعة بالطين، الطين يعني. تمام. ده المنظر من هنا اهوت نازل لتحت. عدي على الكوبري الحديدي اللي هناك ده، بس الله اعلم هل الكوبري ده شغال ولا لا. فانا ايه رايح اخد فكره نشوف الجو هل يصلح ما يصلحش يعني. طبعا المؤثرات الصوتيه هنا ان شاء الله، ده زي ما يكون مجرى ميه. مش عايز اقول لكم يعني الجو هنا عامل ازاي يعني. طبعا حبينا نروح ناخد الكانيون الاول، ناخد لنا شوية سباحة كده، وقلنا ايه بعد ما نخلص نعدي على المكان ده. طلع ما ينفعش نعدي عليه، ما طلعش كوبري اصلا. لا صار مينا ناشفة هنا. طبعا في طريقين عشان نروح الناحية التانية، اما ان احنا نطلع من فوق الجبل دوت او من بره، من هنا نروح مشي من بره. مفيش مشي ايه ده، مية وجفت على مدار السنين ده. شمال كده نصور من هنا. حتة مهجورة يعني، واللي تحت دي تربة فاضية تربة؟ مش عارف، باقي شوية زرع من المطر. لا بس هو واضح من هناك خالص اهو، ده كان مصدر مية يعني، بس على ما يبدو انه نشف ما عادش موجود. ده قطن اللي في الارض، تصدق قطن اهو يا جدعان، قطن سعودي. بس محمد بيقول لي مش قطن، ده قطن بيبقى كبير لازم يقوي. حبيبي يا محمد، طبعا هو في قدام جمال نروح لهم كده نمسي عليهم. الشكل عامل ازاي؟ عظم على عظم.
طبعا عمالين يبصوا متسائلين مين اللي جاي لهم ده. منظر من جنبي ده من الناحية التانية. ترى في مدخل من هنا للناحية التانية ولا لأ؟ بس ما أعتقدش. نروح من عند الجمال. ده الراعي بيسألني وين رايح؟ في راعي. السلام عليكم، كيف حالك؟ أصور عادي؟ هو مش عايزني اصور، فانا اغطي الكاميرا واروح الناحية التانية. نروح هناك ماشي. طبعا انا ما اعرفش هو ليه مش عايزني اصور، بس هو اوكي نحترم رغبته. ده اصول الذوق ان انا استاذنه يعني اصور ولا لا. على شمالي طبعا قافلة جمال كبيرة، بس هما ليهم دماغهم بقى. اوكي كان يعني لذيذ مش بطال. طبعا انا كالعادة نسيت اطلع موبايلي اصور صور، بس اوكي مش مشكلة. ده المنظر من هنا الناحية التانية. الله اعلم بقى ده كان ايه بقى في ال يعني زمان كان عبارة عن ايه. ان سيارتنا هنا جايت كده، احنا وصلنا للناحية التانية. منظر اهوت. واضح ان ده في عش طائر. منظر اهوت. ده دهليز مودي على مكان الله اعلم. من الواضح ان المكان في وقت من الاوقات كان مليان ميه، لان من الواضح ان ديت يعني حاجة خاصة بسحب المية
الله أعلم يعني. نطلع الموبايل نصور عشان تبقى فرصة قبل ما نمشي. مش بكميات اللي كلها بس دي عين طبيعية مش محفور. ايوه طبعا. يلا شباب دور الكاميرا. فكنا انا من التصوير شكل متبهدل. بس كان مجهز يعني معمول فيه شغل قوي قوي يا عم. ده قديم جدا اهو. لا بس كمية حديد ايه مش كمية ولا حاجة وسلالم وبتاع و... نطلع بقى نبص على الجو جوه عامل ازاي. ايه ده حفرة. معلقين ايه فوق؟ شفت اللي متعلق ده؟ ممنوع الاقتراب او التصوير. بس في ريحة مش كويسة. مر السنين كان ايه. مكان مهجور. طبعا انا لمحت سحلية معرفش انتوا شايفينها ولا لأ. مستغربة مين الناس اللي جايين هنا دول. هائل ماشي.
في ناس بتيجي هنا عندها حس فكاهي شوية. مش ده كام سنة؟ لسه عاملين ايه؟ عاملين ايه في الأرض؟ دخلت جوه يا شباب؟ دخلت جوه؟ نهيت رجلي معزة. حبك حرام. مراكش. تنزلوا تحت؟ تنزلوا تحت؟ سلم اهو. ده انت دخلت الكهف. يعني مش عايز تنزل السلم؟ ده كله إثارة يا ابني. حاول اقنع شومان ينزل بس هو ايه مش متشجع. هي مقفولة؟ مقفولة مفتوحة هي بس بتوطي بقى وكده. الواحد كده؟ لا هو يعني يفسح لي مجال يعني مش تفضل واقف تتفرج عليا. ده كود سري ده ولا شفرة سرية ولا ايه؟ ام بلس اي اتش بلس اي ام بلس اي اي بلس اي دي بجد جات لنا في الامتحان دي. واضح ان الفلبين كان هنا. محمد صور ده يا جماعة محمد اللي صوته طالع. رياض الناس دي كاتبة حاجات غريبة. يلا زي ما تحبوا. عايزين تشوفوا عايزين تطلعوا منين. احنا استكفينا باللي احنا شفناه. طبعا يعني احنا ما اعتقدش
اعتقدش ان في حاجة يعني تانية هنقدر نصورها، فاحنا هنستكفي بالجزء ده، ولو ظهر حاجة جديدة هنصورها يعني.